كما اتهم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الحكومة الانتقالية بالمماطلة في سحب الجنود السودانيين من الحرب في اليمن وما سماه بتسويف الحكومة في تحقيق العدالة ورفضها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية فضلا عن رفض الإشراف الدولي على تحقيقات عملية فض اعتصام القيادة العامة. كلنا تابعنا رفض السلطة الانتقالية والمماطلة في سحب جنودنا من حرب اليمن وتسويف الحكومة في تحقيق العدالة، رفض تسليم البشير وعصابته للمحكمة الجنائية، ورفض الإشراف الدولي على تحقيقات فض الاعتصام، لجوء الحكومة في قضايا الحرب والسلام لذات المفاوضات الثنائية والحلول الجزئية المجربة من قبل شعبنا والتي دائما تتحول نهاياتها إلى محاصصة ومناصب.